نحو التسليح بالبراءة. واضح أستاذ حاتم بالأحمر. أنا باش نختم معاك بسؤال، يمكن أنت محامي سليم شيبوب والأقرب ليه نتصوروا على اتصال مباشر معه. أحبيت رجي توا نشوف في تفاعل كبير من عندهم، يسألوا فيك، قالوا لك شاف سليم شيبوب الدخلة متاع جمهور الترجي الرياضي التونسي في المباراة الأخيرة؟ شافها وتأثر تأثر كبير، باعتبار وأنه شاورة وأنه يعني دائما عايش في وسط جمهوره ويحس بالانتماء يعني بصفة خارقة العادة لهذا الفريق، وبالانتماء إلى شريحة المجتمع التي هو ينتمي إليها بطبعه حتى يعني منذ انطلاقته في الحياة. شكرا لك أستاذ حاتم بالأحمر على قبول الدعوة، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه، مبروك لكم مرة أخرى، ربي فك أسر الناس كله، ربي خلص وحل كل مظلوم موجود اليوم في السجن، حاجة ما نتمنوها لحتى حد. اليوم الكلام موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كل تحكي على إطلاق سراح رئيس الترجي الرياضي التونسي السابق سليم